بالنسبة لأبرز الدول العربية التي كان لفرقها بصمة في البطولة فهي السعودية وقطر والإمارات. بخصوص السعودية فإن هلالها الذي حقق اللقب في نسختين سابقتين ما زال يكافح من أجل استعادة مجده الضائع آسيويا، ويتذكر التاريخ بالنسبة لزعيم الكرة السعودية أنه كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب الغالي في نسخة 2017 عندما واجه أوراوا ريد الياباني فتعادل معه ذهابا بهدف لهدف. ولكن في لقاء الإياب كان الفوز من نصيب الفريق الياباني الذي حقق اللقب. لمحمد الشلول والهدف الأول، قاتل، كرة ثالمة، ما هكذا ينصف نادي الهلال، ما هكذا الكرة، كم هي ثالمة، كم هي قاسية هذه الكرة اليابانية. يوني الحكم الأوزبكي رفشان إرمتاف. المباراة تؤشر تاريخيا على تتويج فريق أوراوا ريد دايموندز. الآن سيرفعها أمام جماهير اليابانية ب 63 ألف متفرج، الفرحة الكبرى لفريق أوراوا ريد دايموندز. كذلك الهلال سقط ضحية فريق وسترن سيدني الأسترالي في نسخة 2014 حين خسر خارج الديار بهدف دون رد. وعلى الطرف، على الطرف الأيسر، أرضية حاضرة، يا ساتر يا ساتر، تمر وسفرة حكم المباراة. مشاهدينا الكرام متابعينا، وسترو سيدني 1-0 على حساب الهلال. ولكنه خرج متعادلا من دون أهداف في استاد الملك فهد الدولي في لقاء الإياب.